بحب عيد بعيد المعلم جميع المعلمين يلي عم يتعبوا معنا. يا معلم أين تقيم؟ عرف يسوع بالمعلم لأنه كان يعلم بالمدن والقرى والمجامع، ومن أعظم التعاليم يلي علمها كانت على الجبل لما قالن للشعب يلي كان عم بيسمعوا: علموكن كتير إشياء، لكن أنا بعلمكن تعاليم مختلفة. ومن أبرز هيدي التعاليم أنه علموكن العين بالعين والسن بالسن، يعني عامل الناس مثل ما بيعاملوك، بمعنى آخر في حال إذيوك زيون. لكن يسوع قالن: أنا بعلمكن تسامحوا أعدائكن وتغفروا يلي بيسيئوا لألكن. تعاليم يسوع مختلفة، خليه يكون هو المعلم الأساسي بحياتك.